بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة الحضور الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم اليوم في رحاب دار الأوبرا السلطانية مسقط ونلتقي بكم وقد قطعت دار الأوبرا السلطانية شوطا طيبا في مواسمها وفعاليتها البرامجية منذ افتتاحها في عام 2011 جعلوا نصب عين الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في أن تكون دار الأوبرا السلطانية مسقط مركز إشعاع ثقافي للإنسانية جمعاء وحيث النظرة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ترون أن يكون لهذا الدار دورها البارز والهام في نشر التراث العالمي وترسيخ مثل السلم والتعايش والتفاهم بين جميع الأمم والشعوب عبر الفعاليات الفنية التي تعبر عن تراث الثقافي والإنساني المشترك فإننا نلتقي بكم اليوم لتأكيد عمل هذه الدار على تحقيق تلك الرؤية الحكيمة والنظرة السامية وستتجلى هذا من خلال إعلان أنشطتها الموسم القادم 2013-2014 وفعاليتها المختلفة متطرقين فيها إلى التطورات التي حدثت ونشير في الوقت ذاته إلى التطورات المستقبلية بمشيئة الله في السنة والنصف الماضية تجلت رؤية صاحب الجلالة سلطان قابوس المعظم التي كانت لها الفضل في إنشاء هذه المؤسسة لتكون بوابة الحوار العالمي والتبادل الثقافي في مجال الفنون وقد رحبت دار الأوبرا السلطانية مسقط في الموسم الماضي بمشاركين من 31 دول مختلفة الثقافات ومتعددة في تراثها الفني والحضاري وقد تم خلال الموسم الماضي تقديم العديد من الحفلات الفنية والعروض الموسيقية والمعارض التي تواكب رسالة الدار إضافة إلى الحفلات العائلية والعروض الصباحية التي قدمت الطلاب المدرسة وما شهدته الساحة الخارجية للدار من عروض متنوعة اختلفت في مضمونها ولكن كان الهدف واحد هو تحقيق رسالة هذه الدار الأمر الذي يترجم كلمة متنوع على الأرض الواقع بكل ما تحمله من معنى أعزائي الحضور لقد عمل أعضاء مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط بكل همه ونشاط دون كلل أو ملل سائرين على نهج فتح آفاق جديدة لدار الأوبرا السلطانية لتحقيق المزيد من الإنجازات العالية على المستويات الدولية لذا لا يسعنا إلا أن نشير أن رسالة وهدف دار الأوبرا السلطانية ليست مقتصرة بما تقدمه من عروض بل هي بمثابة مكان للتعليم والحوار وذلك من خلال ما يتم طرحه من برامج تعليمية خاصة وفعاليات توعوية حيث إن هذه البرامج تعكس آثارها على آلاف الطلبة الذين يحضرون هذه الفعاليات والبرامج التعليمية والحفلات الطلابية النهارية وعروض دار الأوبرا السلطانية أبسطها زيارتهم للدار الأوبرا السلطانية لتتعرف على هندستها المعمارية العمانية الرائعة وصوتياتها وبرمجتها وإننا فخورون جداً بأن نعلن لجمهورنا العزيز بأن دار الأوبرا السلطانية مسقط تعمل جاهداً لخلق شراكات وتعاون مع عدد من الجامعات والكليات العاملة في السلطنة لتتعرف على طلبة المهتمين والمؤهلين الراغبين في تدريب في أقسام دار الأوبرا السلطانية حيث أننا قمنا بإنشاء علاقات تعاون مع كل من جامعة السلطان قابوس والكلية التقنية العليا وكلية الحرس السلطاني العماني التقنية وجامعة الألماني للتكنولوجيا وكلية السياحة وقد أثمرت هذا التعاون في تحقيق المزيد من التدريب والتوظيف للعمانيين حيث أن أولوية الدار الأوبرا السلطانية هو تدريب العمانيين في المجالات الخاصة بالدار ومن ثم تحقيق الغاية الأسمى وهي توظيف العمانيين في مختلف المجالات وسيتم الإعلان عن ما فوق 30 وظيفة في الأسبوع القادم إن شاء الله ومن أجل التعريف بدار الأوبرا السلطانية مسقط وأعمالها وبرامجها المختلفة فقد قرر مجلس الإدارة
بأن تكون مواعيد زيارة الدار 7 أيام في الأسبوع من الساعة 8 صباحا وإلى الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل مد جسور التواصل مع المجتمع المحلي وتكوين دراية وخلفية كافية عما تقدمه دار الأوبرا من عروض وبرامج. علاوة على ذلك، فإنه ستتاح للسياح الذين يزورون السلطنة فرصة لزيارة الدار، لتصبح دار الأوبرا السلطانية في فترة وجيزة معلما وطنيا يتوجه إليه الكثيرون. كما يسرنا أن نشيد بالنتائج الطيبة التي حققتها مبيعات التذاكر والحضور للموسم الماضي، والتي استمرت في ارتفاع حتى وصلت إلى أعلى من 80%، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الجهد المبذول من الجميع وعلى نوعية العروض والبرامج المقدمة، مؤكدين لكم بأنه على الرغم من هذه النتائج الممتازة، فإن مجلس الإدارة يقوم بمتابعة وتحليل أسعار التذاكر بعناية تامة، وصولاً لتحقيق أعلى معدل حضور من الجمهور لمختلف المستويات، حيث أن بعض العروض تم تخفيض سعر التذاكر فيها مقترة بإعادة تنظيم بعض المدرجات لتتناسب وتحقيق الغاية من حضور أكبر قاعدة جماهيرية قادرة على مشاهدة حفلات وعروض دار الأوبرا السلطانية، وذلك سعياً من الدار لتحسين الخدمات لصالح جمهورنا العزيز. وعلى صعيد متصل، فيسرنا أن نعلن أن دار الأوبرا السلطانية فازت بميدالية ذهبية في فئة الفنون والثقافة في مسابقة أفضل المواقع العمانية الإلكترونية في دورتها 7. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل في المقام الأول للجنة العليا ومجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط لسعيهم الحثيث والمتواصل من أجل تقديم الجودة العالية والدقة المتناهية، وتتبعين النهج الصحيح والرؤية المستقبلية لعاهل البلاد المفدى لهذا الصرح وتنفيذها كما هي. كما أقدم شكري وتقديري لموظفي دار الأوبرا السلطانية مسقط على ما يبذلونه من جهد ومن سعي دؤوب لتقديم الأفضل، مما انعكس ذلك على مستوى الإنتاجية والنوعية العالية في أعمال الدار، مما جعلهم شركاء في النجاح الذي تعيشه اليوم دار الأوبرا السلطانية مسقط. نأمل أن ينال الموسم القادم على إعجابكم وتستمتعون به بقدر حرصنا وسعينا الدؤوبين بالعمل على إنجاحه من أجلكم ومن أجل أن يكون لهذا الدار بصماتها ووجودها على خارطة الدار الأوبرا العالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so very much, Your Highness, for those wonderful opening words.